ابو علي. طبعا احنا نرحب فيك معالي رئيس مجلس الامه السيد مرزوق علي الغانم، ونهنئك حقيقه بهالحب الناس والمصورين والاعلاميين والشعب الكويتي قاطبه لك، وهذا شيء نقبطك عليه. معالي رئيس مجلس الامه، بعد حل مجلس الامه وحضرتك طلعت تصريح مع الزميل عبد الوهاب العيسى بظروف اقليميه، وبالفعل تحقق الحل لوجود ظروف اقليميه وامنيه خطيره، وايضا تحدثت ابو علي عن موضوع قانون البصمه الوراثيه، ان جاء نتيجه رده فعل لموضوع تفجير مسجد الصادق وهنالك مثالب. بعد ذلك في اليوم التالي جاء تصريح من وزير نائب وزير الديوان الاميري الشيخ علي الجراح بان سيدي حضره صاحب السمو امير البلاد حفظه الله وجه بتعديل قانون البصمه الوراثيه بما يتوافق مع الدستور والقانون. طبعا هذا تعليقا على اللي قلته ابو علي وتصريح وزير الديوان الاميري. السؤال ابو علي، عوده البعض المقاطعين، من اتهمكم؟ من قال هذا المجلس مزبلة التاريخ وتكرمون طبعا؟ من قال يدفع 500 دينار والان هو دفع 50 دينار وترشح وهرب من اسئلة الصحفيين، وانت حضرتك رئيس مجلس الامة واقفا الساعة 1 ظهرا وقاعد ترد علينا؟ تفضل ابو علي. اولا يعني ما ابي اتطرق، اشكرك على سؤالك، لكن ما ابي اتطرق ل يعني مفردات او كلمات الاخرين. انا ملتزم بالمفردات اللي استعملها وبالمبادئ التي بفضل الله سبحانه وتعالى لم احيد عنها، و ظهر الحق وكنت واثق من 4 سنوات بانه سيظهر ولو بعد حين. احنا ايش قلنا قبل 4 سنوات؟ قلنا ان احكام وقرارات المحكمه الدستوريه هي متممة ومكملة نصوص الدستور. هذا الأمر ما هو عندي، هذا قاعدة دستورية معروفة. وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية حصنت نظام الصوت الواحد وأصبح استحقاق دستوري، وشاركنا دون أن نسيء للآخرين بفضل الله سبحانه وتعالى. الآن بعد 4 سنوات أو 3 سنوات ونص ثبت أننا كنا على حق واننا اصحاب مبدا لا نحيد عنه. انا سعيد حقيقه بمشاركه الجميع، بمشاركه من قاطع في السابق، بمشاركه ان نحن جميعا نتشارك في وطن صغير، ويجب ان يكون خلافنا او اختلافنا داخل اطار الدستور. داخل اطار الدستور معناته ان داخل قاعده عبد الله السالم، والرجوع الى الحق فضيله. سيسجل ايضا الأيام القليلة القادمة عدد آخر ممن قاطع الانتخابات الماضية، وأنا سعيد بهذا الأمر، سعيد بعودة من قاطع.